In between the eastern desert and the Sahara sits the village of Aswan, at the northern range of the region of Nubia. Across the river from the city of Luxor, pharaohs and nobles of the 16th century BC occupy the tombs cut from the rock at the Valley of the Kings. Just south of where the Nile empties into the Mediterranean Sea, Cairo, the city of 1,000 minarets, or lighthouses, is the capital of Egypt and home to more than 9 million people. Yasir Mohammed Morkab and his ancestors have hosted visitors to the Nile for centuries, with a keen eye for cultural differences within Egypt. My father had a motor boat from Aswan. I live in the island of Hesa. The island of Hesa is between خزان أسوان والسد العالي وأنا في النص أنا جزيرة في النص وجزيرة هيسا وجزيرة بيجا وجزيرة فيلا وجزيرة عواد اتولدت هنا في جزيرة هيسا وابتديت مرحلة في مرحلة بقى لقيت السيدات هنا في الجزيرة بيعملوا مشغولات نوبية فأخدتها منيهم وكنت بعرضها جوه الموتور بوت وكده فابتديت أكلم السيدات والشباب في الجزيرة إن هم يبتدوا يعملوا النشاط ده ويسوقوا المنتج ده في الموتور بوتس وكده فانتشرت الفكرة بتاعت اللي هي النكلسس والحاجات دي أسوان يعني حلوة قوي وإن المفروض كل الناس اللي في المحافظات التانية إن هم ييجوا يبصوا عليها كان مليون بيزوروا محافظة القاهرة في في اليوم هنا ما فيش عربيات هنا هواء طبيعي قوي الطبيعة الأرض الشمس النيل موضوع مختلف عن القاهرة شوية يعني كل منطقة في مصر وكل حتة في مصر ثقافات مختلفة في مصر عامة في كل محافظة لما تروح هتلاقي ثقافات يعني مش ثقافات مختلفة ويتفس يعني هيتمتع يعني اي حد يعني انا سواء لو رحت انا بكون سعيد جدا ان انا شفت ثقافه تانية زي ما هم بييجوا من القاهره يشوفوا الثقافه بتاعتنا وكده